أقامت مطرانية القدس الأسقفية ورئيس مجمع الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية المطران سهيل دواني حفل استقبال ومباركة على شرف القس العميد حسام نعوم لمناسبة انتخابه مطرانا مشاركا لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وذلك في قاعة المدرسة الأهلية للبنات جبل عمان. وألقى المطران دواني كلمة ترحيبية بحضور رؤساء الكنائس في الأردن، ثم ألقى المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن كلمة تهنئة باسم كنائس المملكة. وحضر الحفلة دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية وأبناء الرعية الإنجيلية والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن. بدوره رفع المطران نعوم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني وللحكومة الأردنية، مؤكدا في كلمته أن الأردن بلد يجسد روح التسامح والمحبة والعيش المشترك بين الجميع، معربا عن شكره للمجمع الكنسي على منحهم الثقة بانتخابه مطرانا مشاركا، كما شكر فضائية نورسات على جهودها الكبيرة في خدمة الكنيسة على مستوى العالم. أنا بحب أهدي أول شيء أطيب الأمنيات لشبكة نورسات إن كان في الأردن أو في فلسطين أو في لبنان، في كل بلادنا العربية وفي العالم كلياته. إحنا هالقد منقدر هاي الشبكة اللي فعلا بتفرج الحضور المسيحي مش بس في الأراضي المقدسة كلها ولكن في كل أنحاء العالم، وهذا الصوت اللي عم بوصل لكل الناس هو فعلا صوت المحبة، صوت السلام وصوت الخير. فأنا من قلبي بشكركم وبحييكم وكل القائمين على هذا العمل الكبير في كل محل. انتخابي لموقع والأسقفية في القدس والشرق الأوسط ولمطرانية القدس بشكل خاص تم في 30 يناير كانون الثاني من هذا العام، وكانت الانتخابات في مدينة شنيلر خارج عمان، وهناك اجتمع المجمع المقدس للكنيسة و77 عضو كانوا موجودين من علمانيين ومرسومين. وفعلا في الدورة الثانية للانتخابات تم انتخابي لهاي المكان الرفيع، ولكن اللي هي كمان فيها تواضع فيها خدمة لأهلنا ولحبايبنا وللكنيسة بشكل عام. فإن شاء الله بصلي أن ربنا يقدرني فعلا أني أقوم بهذه الخدمة على أكمل وجه. وأنا بقول أهم شغلة في خدمة الكنيسة أنه نحن نكون مع بعض إيد واحدة كمرسومين وكعلمانيين، والكنيسة هي خدمة الجماعة بالأول وبالأخير. إحنا جسد المسيح الواحد، وهذا الجسد فيه أعضاء كثار وكل عضو بده يكون في مهمته. وأنا كأسقف يمكن مزبوط ربان السفينة وكقائد في الكنيسة، ولكن إحنا أنا بآمن بالنهج الجماعي والرؤية الجماعية والعمل مع بعض لرفعة الكنيسة وتعزيز وتطوير والحفاظ على حضورنا المسيحي إن كان في الأردن الحبيب وإن كان في كل مكان من أقطار هذه المطرانية اللي هالقد منحبها وعزيزة على قلوبنا. وأنا كمان بحب أذكر بهذا المقام وأحيي جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وكل الأردن الحبيب على رعايتهم وعلى وجودهم في هذا المكان الحبيب وجزء من الأراضي المقدسة. وإن شاء الله هالحضور المسيحي بضل يتعزز تحت ظل العائلة الهاشمية وجلالة سيدنا، وربنا يعطيكم الصحة والعافية للجميع إلك ولكل العاملين. كمان مرة شكرا كثير لكم. ويشار أن المجمع الكنسي لمطرانية القدس الأسقفية العربية عقد اجتماعا في 30 من شهر كانون ثاني الماضي لانتخاب أسقف مشارك لمطرانية القدس في كنيسة المسيح الأسقفية في شنلر بالأردن بحضور 70 مشاركا في هذا السينودوس. احنا في المدرسة الأهلية التابعة لمطرانية القدس نستقبل المهنئين بانتخاب العميد حسام نعوم المطران المشارك للكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط، ونحن سعداء أن نكون بين أهلنا في الأردن لنحتفل بهذا الحدث الهام في حياة الكنيسة وخدمتها. بشكر طبعا كل الرعاة والرعاية وكل والمدرسة الأهلية لتحضير طبعا هذا المكان وهذه القاعة للاستقبال. وإحنا دائما ننظر إلى الأمام، كنا خدام وكل خادم بسلم الأمان للخادم اللي بيجي طبعا بعديه، وكل أمل وثقة إنه الخدمة ستستمر بقوة
لتمجيد الله وخدمة الإنسان في المؤسسات والمجتمعات اللي بنعمل فيها إحنا. سعيدين اليوم بالترحيب بأبناء الكنيسة وأبناء المجتمع الأردني اللي جايين يهنوا مطران حسام، الدكتور العميد مطران حسام بانتخابه كمطران للكنيسة الأسقفية العربية. وأهلا وسهلا بالجميع، مدارسنا مفتوحة، والمجمع هذا مجمع خدمي، مجمع خدمات، بالإضافة لدوره الكنسي ودوره العظيم استثنائي في العيش المشترك الأردني من خلال مؤسساته اللي إحنا واحدة من هاي المؤسسات، الأهلية والمطران وروضة الأهلية والمطران كمؤسسة واحدة نشتغل بظل المجمع الكنسي اللي إحنا بنقدم خدمات للمجتمع الأردني، وبنحتفي دائما بهاي القاعة بالعيش المشترك. ومشان هيك أنت شايف هالضيوف من كافة الطوائف، من كافة الخلفيات، إحنا عائلاتنا بتمثل هذا الطيف الأردني الجميل، وسعيدين بهالوجود، وإحنا ضيوف زي ما قلت لك، وإحنا ضيوف كمان نور أصحاب هالمحل. أهلا وسهلا فيكم، ودائما الخير يجمعنا بهذا البلد، بلد الخير، وإن شاء الله منضل نجمع، منضل مكان للمحبة التعددية والعيش المشترك ورسالة التنوير ورسالة التعددية والحب، رسالة المحبة الحقيقية. شكرا لكم، شكرا.